كبيرة موضوع من المواضيع المهمة والكومن اللي هو البابتيك ألسر ديزيز. طبعا مثل ما تعرفون البابتيك ألسر هو يشمل لنا جروب اوف ديسوردر، بس الموست كومن هو بالحقيقة الجاستريك ألسر والديودينال ألسر. يعني كلمة ألسر بالحقيقة كتعريف كألسر refer to the breaks in the gastric mucosa ويشترط به هذا البريكس أنه extend deep into the submucosa. يعني هذا أحيانا النوبات ال superficial breaks اللي يصير عندنا ب الغاستريك ميوكوزا ما يسميها الريتيشن. كمصطلح ألسر يشترط به انه البريكس بالغاستريك ميوكوزا اكستند ديب انتو شنو السب ميوكوزا. وهناك من يشترط بالاضافه الى الديب مالت الألسر يضيف لها شنو هو الديامتر اوف ذا ألسر. يشترط انه الديامتر اوف ألسر شود بي مور ذان 5 مليم. طبعا مثل ما قلنا the most common location for peptic ulcer disease هي بالستومك نسميها gastric ulcer وبالديودينم نسميها ديودينم ulcer. والديولوجي اعتقد هم معروف عندنا ال most common causes هي بالحقيقه ثلاثه. اول وحده عندنا ال H. pylori induced ulcer و نون ستيرويدال انتي انفلامتري درايف انديوست ألسر وستريس ريليتد ميوكوزال دامج. طبعا ستريس هنا كلمه الستريس ما نقصد بها السايكولوجيكال ستريس وانما نقصد بها الفيزيولوجيكال ستريس. اكو سيرتن ميجر كونديشن احنا نسميها ستريس يعني فيزيولوجيكال ستريس مثل اكستنسيف بير patient with septicemia, patient with shock, patient with acute respiratory failure, patient with acute renal failure. كلها هذه physiological stress can induce ulcer or mucosal damage within hours. هذا major characteristics of different type of ulcer. احنا بالحقيقة رح ناخذ أول ثلاثة ربما شوية إلها أهمية. فشوف الميز بين ال H. pylori والنون ستيرويدال اندوس ألسر والستريس ريليتد ميوكوزال دامج. أول شيء عندنا الأونست. شوف ال H. pylori ريكواير لونج تايم تو برودوس ألسر، نون ستيرويدال ريكواير كونتينيوس يوز فور لونج تايم تو برودوس ألسر، بينما الستريس ريليتد ميوكوزال دامج كان اندوس ألسر acutely يعني within hours. هذا البيشنت اللي اكستنسيف بير within hours can develop ألسر especially بالستومك gastric ulcer. هنا المسألة الأخرى اللي يختلفن بها هي the primary location of damage. طبعا هنا نشوف كلمة primary يعني مو only location وإنما the most common site for ulcer. نشوف ال H. pylori هو اكثر شيء يسبب لنا ديودينال ألسر، بينما النون ستيرويدال والستريس ريليتد ميوكوزال دامج اكثر شيء يسوي لنا ألسر بالستومك يعني يسوي لنا جاستريك ألسر. المساله الاخرى هي البريزنس اوف سيمبتومز. H. pylori انديوس ألسر يوجوالي ذير از سيمبتومز، بينما بالنون ستيرويدال انتي انفلامتري والستريس ريليتد ميوكوزال دامج ذا بريزنس اوف سيمبتوم از يعني البيشنت احيانا يجينا نون ستيرويد او انتي انفلامتري درايف اكثرهم هم اسيمبتوماتيك ونحن واصل مرحله الكومبليكيشن اوف نون ستيرويد او انتي انفلامتري درايف انديوس ألسر جاي مرحله البليدنج او البرفوريشن. قبلها هو كان البيشنت اسيمبتوماتيك. هنا الباثوفيزيولوجي يعني هو كل الباثوفيزيولوجي والتريتمنت. احنا الان اكثر شيء راح نشتغل على اسيد سكريشن. اكو عندنا اجريسيف or destructive mechanism اللي هي mainly شنو يرتزين شنو الغاستريك شنو اسيد، بينما defense mechanism
بالحقيقة أكثرها هي تعتمد على الميوكوزا والبلد فلو. أنت ما طول عندك adequate الميوكوزا والبلد فلو يصير عندك adequate secretion of what? Mucus, adequate secretion of bicarbonate وكذلك ال renewal of the cell يعني هذا regeneration of the cell. Regeneration of the cell أيضا احنا نعتبره من defense or protective mechanism. فكلها أكثرها هي راح تعتمد مثل ما قلنا تعتمد على adequate mucosa blood فعادة usually أكو there is a balance between ال aggressive mechanism اللي يمثلها الأسيد وال defensive mechanism اللي تمثلها ال mucus, ال bicarbonate وال regeneration of the epithelial cells. طبعا مو بالضروره انه بالالسر there is an increase بالاسيد سيكريشن احيانا نشوف بالغاستريك ألسر الاسيد سيكريشن may be normal or even شنو reduced. اذا وين المشكله يعني بالغاستريك ألسر يعني اكثر شيء المشكله راح تكون هي بالحقيقه ما طول الاسيد سيكريشن هو normal or reduced problem اكثر شيء راح تكون عندنا بالديفنس ميكانيزم problem بالديفنس هاي الاتش بايلوري بالحقيقه اكتشاف الاتش بايلوري في ثمانينيات القرن الماضي يعني مثل ثوره يعني بالتريتمنت مالت الالسر يعني قبل كانوا بس مجرد يعتمدون على الانتي سكريتري والاسيد سبريشن دراج حاليا يعني كانه بعد اكتشاف الاتش بايلوري والرول مالت الاتش بايلوري بالالسر كانه صارت الالسر كانه يعني فد تايب اوف انفكشيوس ديزيز اوكي يعني مو تريتد باي شنو انتي بايتيك الان ريبريزنت مين لاين اوف تريتمنت اوف الاتش بايلوري اندوس طبعا اغلب هي شوف النانل واز فاوند اباوت 95% اوف ذا بيشنت وذ الانال السر 75% بيشنت وذ جاستريك السر يعني خلينا نقول 80 الى 90% من الالسر بنوعيها هي ريليتد تو الاتش بايلوري والاتش بايلوري موجوده عند معظم الناس اب تو 80% اوف ذا بيبول عندهم اتش بايلوري لكن اللي يصير عندهم السر في الحقيقه اكثرهم هم ريمين اسيمتوماتيك والبيشنت اللي ديفلوب السر اونلي 10 تو 20% هاي الميكانيزم باي ويتش الاتش بايلوري كوز السر واحده من عندهم والاهم هو بالحقيقه دايركت ميوكوزال دامج هاي البكتيريا الاتش بايلوري عندها انزيمز عندنا بروتيز عندنا لايفيز هذا يسوون ديستركشن للميوكوزا وايضا عندها انزيم نسميه يورياز يورياز يسوي لنا سبليت وات تو وات سبليت اليوريا الى شنو؟ امونيا وكربون دايوكسيد فالامونيا بالحقيقه هي الامونيا بحد ذاتها هي ارتنت وتوكسيك تو ذا غاستريك or duodenal mucosa or tani further aggravated coagulation. مسألة أخرى أنه الـ H. pylori produce state of hypergastrinemia والـ hypergastrinemia stimulated acid secretion وبالتالي أمن lead to ulcer. مسألة أخرى هي بالحقيقة local immune or inflammatory response يعني هاي وجود البكتيريا locally induce inflammatory response between activation of the inflammatory cell, macrophage, neutrophil, engulf البكتيريا والبكتيريا البرودكت وبالتالي كل هذه ممكن انه lead to ulcer. اما النون ستيرويد هذا انتي انفلامتري درايك الحقيقه هذا احنا حتى ناقشناه بالكورس الثاني قلنا عندها تو ميكانيزم دايركت topical effect وعند الموست امبورتنت هو بالحقيقه سيستميك انهبيشن للجاسترو بروتكتيف بروستاتيك يعني هذا شرحناه في الكورس الاول بتفاصيل. هاي مساله الستريس ريليتد احنا قلنا الستريس ريليتد كلمه ستريس ريليتد تو ذا فيزيولوجيكال ستريس وهذا الفيزيولوجيكال ستريس مثل ايش؟ مثل الشوك سيبتيسيميا سيريس بيرن انجري اكيوت رينال فيلر اكيوت ريسبيريتوري فيلر كل هذا كان ديد تو ستريس ريليتد بيكوز اوف ذات المين ميكانيزم هي شو تسوي ان هاي الكونديشن البيرن والشوك والسيبتيسيميا ريديوس الجاستريك بلاد فلو يعني هذا خلال ساعات انه ريديوس الجاستريك بلاد فلو وبالتالي سكريشن مالت الميوكاس وسكريشن مالت البايكربونيت كله ويل بي ريديوس وبالتالي البيشنت كان ديفلوب ألسر within hours after burn or shock or septicemia or acute renal failure or acute respiratory
هاي هنا الكلينيكال برزنتيشن. بالحقيقة احنا هنا الكلينيكال برزنتيشن ممكن تعطينا هنت about the ulcer, about the type of ulcer, لكن الديفينيت دايجنوزز مالت الالسر يعتمد لنا على شنو وشلون الديفينيت دايجنوزز. ديفينيتلي دايجنوزز الالسر باي وات؟ باي شنو؟ الاندوسكوب. اوكي يعني؟ لكن احنا قلنا الميجر سيمتوم مالتها هي الابيجاستريك بين. هي المريض عنده ابيجاستريك بين. هذا البين مالت الديودينال الالسر تتذكرون بالكورس الاول قلنا وين ذا ستوماكر وين ذا ستوماك از امتي وريليف باي ذا فود. بينما البين اوف جاستريك الالسر اجريفييتد باي شنو؟ الفود. وبالحقيقه البين doesn't always correlate with the presence of an ulcer. يعني شنو؟ لو بعد انت البيشنت يجيك ديسبيبسيا وبين حتى لو سفير بين نسوي له اندوسكوب تجي الالسر تلقى الالسر صاير بيها شنو؟ هيلينج. فالبين not correlate with the presence of ulcer. وبالعكس لو بعد البيشنت اسيمتوماتيك وتجي تسوي له اندوسكوب تجي تلقى عنده بعد هي الالسر ستيل وبعض الناس مثل ما قلنا وخصوصا الادلت اللي ياخذون نون ستيرويدال انتي انفلاميتري درايف هذا البيشنت يصير عنده شنو ساينت شنو؟ ألسر. وقلنا نوبات الفيرست برزنتيشن للمريض يجينا اول شكوى له يجينا انه جاي عنده بليدنج دارك ستول اور هيماتيميسيس قبلها ما عنده اني سيمبتوم. هاي قلنا الكومبليكيشن حكيناها البليدنج شلون شنو هي السيمبتومز اوف جاستريك بليدنج اور ديدنال بليدنج شو يصير عنده؟ شو يصير البيشنت شو يشوف عنده؟ دارك شنو؟ ستول او احيانا بريزنس اوف يعني الهيماتيميسيس بلادي فورم. البرفوريشن شنو السيمبتومز اوف برفوريشن؟ بيشنت لما صار عنده برفوريشن هذا الستومك او الديودينال برفوريتد شنو هي البين؟ شنو هي السيمبتومز مالتها؟ بين سفير بين سفير شارب بين. اوكي يعني؟ بس احنا قلنا هسه الديفينيت دايجنوزيس ديبيند اون فيجواليزيشن اوف ألسر باي اندوسكوب. شوف هذا الاندوسكوب وشوفوا الألسر حتى بليدنج شوف صاير فيها بليدنج. هذا الاندوسكوب نبات هاي طبعا جاستريك ألسر وشوفوا حتى المريض يصير عنده يعني بليدنج ألسر. اوكي يعني واضحه؟ احنا سوينا له اندوسكوب سوينا له اندوسكوب طيب احنا ناخذ يعني بايوبسي شلون ناخذ من عنده بايوبسي؟ اوكي يعني وقف هذا الناظور هو بيجي قدام بي ملقط اوكي يعني طبعا هاي البروسيجر هي انفيزيف نقول عليها انفيزيف بروسيجر انت هذا المريض من يطبب لك صونده يجي من حلقه ويصير عنده بوندوس فومتنج ويندوس كذا فهذا بالحقيقه انفيزيف بروسيجر زين هاي البايوبسي اللي اخذناها شو نسوي بيها؟ شلون نعرف بيها اتش بايلوري؟ ها؟ كلتشر او شنو عندنا هنا يسمونه رابيد شنو؟ رابيد شنو؟ يوريز تحطها في الميديا بها يوريا فاذا هاي اليوريز موجود سبليت ذا يوريا وبروديوس شنو الامونيا الامونيا ما تغير لنا شنو البي اتش وبالتالي راح تغير لنا شنو الكلر وبالتالي هذا بروديوس بوزيتيف بس مثل ما قلنا انه هاي بالحقيقه انفيزيف بروسيجر انفيزيف بروسيجر تو دايجنوز اتش بايلوري شنو هي النون انفيزيف او نون اندوسكوبيك تيست تو دايجنوز اتش بايلوري شو نسوي له؟ سيرولوجي ممكن ديتكت الانتي بودي صحيح بعد بالستول ممكن ديتكت الانتيجي يسمونه ستول انتيجي تيست وبعد اكو اختبار بالعالم يمكن حتى بالصيدليات ممكن يسوونه شو يسمونه؟
يوريا بريث تيست، سامعين بي يوريا بريث تيست؟ سامعين بي لو ما سامعين بي؟ يوريا بريث تيست، هذا شوف اليوريا بريث تيست. شوف الفرنسي. اتفرج على الاخبار. اسمع اسمع. هناك في المضادات الحيويه شهر الماضي تحصل تعيين واسبوعين وقف الانتي بايوتيك قبل شهر، يعني ما نسوي الا ورا شهر من الانتي بايوتيك ورا اسبوعين من الاتش 2 ريسبتر او الكروت الضغط. احسن كذا يكون الانتي بايوتيك احسن من احسن من احسن من الجثمان. كان جواب بسيط جدا، المريض ياخذ كبسوله عباره عن كربون مشهد في قسم الدم الدموي يبلعها ويشرب بعدها شيء قليل من الماء وننتظر 10 دقائق ثم نقفز. بعد 10 دقائق راح نعطيها ينفخ بيت. ينفخ طبعا بعد 10 دقائق من الكبسوله نطلب منه ينفخ هذا الكيس يعني هذا ايش راح يطلع بال ها؟ اكسبايريشن يطلع ها؟ هي اكيد ولا شيء. مثل ما قلنا انه ياخذون يوريا وليبلد باي شنو؟ الكربون هذا الايزوتوبس عندنا الكربون 13 اوكي يعني؟ فلما هنا يصير عندك اذا البكتيريا موجوده عندها اليورياز سبليت الامونيا وشنو؟ كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد الكربون اللي بيه هو شنو راديو اكتف. اوكي يعني يصير له ادوبشن كذلك يجي راح يطلع لنا ويا من ويا اكسبايريشن يطلع ويا النفس وبالتالي اكو جهاز ديتكتر، جهاز ديتكتر يحس انه اذا اكو هذا الاشعاع كربون دايوكسيد راديو ريبو او نوت فهذا انديكيتد. التريتمنت مال الاتش بايلوري اسوشيتد اوسر مثل ما تعرفون انه راح نعطيهم شنو هو البنجين تربل شنو ثيرابي شنو مكونات التربل ثيرابي عندنا بروتون بامب انهبيتر وكلاريثرومايسين ويا اما اموكسيسيلين او مترانيدازول. طبعا البروتون بامب انهبيتر يعني بالاضافه الى انه يسوي لنا هيلينج للالسر ايضا بالحقيقه زايدين لنا الاكتيفيتي مالت من مالت الانتي بايوتيك. اولا انت لما تقلل الاسيدتي مالت الاستومك راح تقلل زايدين الاستابيليتي مالت من مالت من مال الانتي بايوتيك. ومن تقلل الاسيد سكريشن هم راح تقلل الفوليوم مال جاستريك جوس وبالتالي الكونسنتريشن مالت الانتي بايوتيك راح يكون شنو؟ اعلى وبالتالي هم هذا ديكريز افكتفنس اوف انتي بايوتيك. زين هي شنو هي الميجر بنفيت فروم ايراديكيشن اوف اتش بايلوري؟ ايراديكيشن يعني هاي من المصطلح يستخدمون ايراديكيشن اوف اتش بايلوري يعني نطرد البكتيريا بالاتفاق على الحاله ها يعني؟ هذا كومبليكيشن تقل هم صحيح بس اكو بعد ادفانتجز يعني هي منطقيه اكثر يعني واحد بيشنت اثنين مرضى عندهم اتش بايلوري واحد طلعته بس بروتون بامب انهبيتر واحد طلعته تربل ثيرابي شنو الفرق بيناتهم؟ ذاك بس ريليف سيمتومز هذا كيو اوكي لا احنا اثنين راح يصير لهم هيلينج تكرار الحاله ريكرنس عافيه ريكرنس الريكرنس ريت يعني اهم شيء انه انت بتقلل الريكرنس ريت يعني بالايراديكيشن اوف اتش بايلوري ديكريز الالسر ريكرنس فروم 85% تو 10% ان 1 يير يعني هذا المريض اللي بس مجرد انطيته بروتون بامب انهبيتر وبعد الاتش بايلوري عنده احتماليه 85% انه ترجع له الالسر خلال السنه الاولى، بينما هذا اذا صار ايراديكيشن هاي الرقم من 85 راح يقلل لنا الى 10%. طبعا الديوريشن اوف تريتمنت كمعدل هو من 7 الى 14 احنا اكثر شيء ياخذون ايش قد عاده يعني 10 دايز هو يعني الموست كومنلي بريسكرايب بروتون بامب انهبيتر وتو انتي بايوتيك. زين نريد نعرف النتيجه، هل صار عندنا سكسسفول ايراديكيشن اور نوت؟ شو نسوي؟ نرجع شو نسوي؟ نعيد له التيست يعني اليوريا بريث تيست
سيرولوجيكال تيست او عندنا هذا الرابيد يورياس تيست. بس مثل ما شفتوا هنا لسه بالفيديو حتى هنا احنا كاتبين confirmation مال successful eradication of H. pylori with urea blood test of fecal antigen or with biopsy at least you know 4 weeks after you completion of antibiotic treatment and 1 to 2 weeks after proton pump inhibitor. يعني احنا ما نقدر نسويه الا بعد مرور اقل شيء شهر على اخر يوم من استخدام الانتيبايوتيك او اسبوعين على اخر يوم من استخدام البروتون بامب انهبيتر. ليش هالفتره القابل نخلي بيناتهم؟ يعني ليش ما نسويها راسا نسوي لها يوريا بريد تيست ورا ما نكمل التربل ثيرابي؟ ليش؟ ليش يعني شنو سبب هذا الفتره؟ ليش نخليها؟ اذا سويناها مباشره ايش راح يصير؟ إذا سويناها مباشرة شنو اللي ممكن؟ هنا أبو مصطلح يعني هذا حتى بالتحاليل المختبرية يستخدمونه يقول لك فولس شنو؟ نيجاتيف. فولس نيجاتيف يعني شنو فولس نيجاتيف؟ يعني خطأ يعني هذا هو نيجاتيف بس يعني مو صحيح إنه هو نيجاتيف. يعني أحيانا أنت هنا سويت اليوريا بريدنس مباشرة أفتر كومبليشن أوف أنتيبايوتيك طلع نيجاتيف، فهذا النيجاتيف ربما not due to eradication of the bacteria وإنما due to just suppression the growth of the bacteria by the use of what antibiotic or proton pump inhibitor. فبمجرد أنه تعوف هاي ورا أسبوعين ثلاثة البكتيريا regenerate itself and start to grow. فإحنا ننتظرها أقل شيء في الشهر على مود هذا exclude the false negative risk. هذا التريتمنت مثل ما قلنا ببروتون بامب انهبيتر والكلاريثرومايسين والاموكسيسين. طبعا شوف الاموكسيسين ايش قد الدوز مالته نستخدمها. طبعا هاي سبيسيفيك دوز يعني لا احنا عاده اللي ماشي اموكسيسين مثلا 500 ثلاث مرات باليوم او كذا بالاراديكيشن اوف اتش بايلوري الدوز مالته 1 جرام توايس. زين هسه اذا المريض اعطيناه تريبل ثيرابي وما صار له اراديكيشن فيلر بالإيراديكيشن ثيرابي بالتريبل ثيرابي وين شو يسوي له بعد؟ ها؟ وين نروح هسه؟ شنو الالترنتيف اللي ممكن نستخدمه؟ شنو الالترنتيف؟ ها؟ الالترنتيف طبعا اكو يسمونه كوادربل ثيرابي. كوادربل ثيرابي بي بروتون بامب انهبيتر تتراسايكلين مترونيدازول وبعد منو؟ بسمول سبستريت. هذا هم يعني يسمونه كوادربل ثيرابي او اكو انذر تريبل ثيرابي يدخل بها منو منو يدخل بها ليفوفلوكساسين. ليفوفلوكساسين بيست تريبل ثيرابي ليفوفلوكساسين واموكسيسيلين وبروتون بامب انهبيتر هم من 14 to 14 days. هذه يسموها سكندري او يسموها ريسكيو ثيرابي يعني للبيشنت اللي فيلر بالفيرست لاين ميديكيشن الى بروتون بامب انهبيتر كاريثرومايسين اموكسيسيلين او ميترونيدازول. اكو عندنا هذا نيو ريجيمين تريتمنت اوف اتش بايلوري شو يسمونه؟ كان يوم بالعمل يعني من الطلاب اعطيناهم اياه شو يسمونه؟ سيكونشال. يعني شنو سيكونشال ثيرابي؟ يعني شيء ورا شيء. وشنو هذا الشيء ورا شيء؟ وين راح يصير شنو؟ البروتون بامب انهبيتر هذا سيكونشال ثيرابي. البروتون بامب انهبيتر دايز 1 تو 10 يعني كل العشر ايام نستخدم بها بروتون بامب انهبيتر ما عندنا بها شيء. وين راح يصير السيكونس؟ بالانتي بايوتيك. الاموكسيسيلين باور اموكسيسيلين نستخدمه 1 جرام توايز ديلي بس اول شنو؟ خمس ايام داي 1 تو 5. الخمس ايام الثانيه نستخدم له كومبينيشن اوف كلاريثرومايسين هان ميترونيدازول من اليوم الثالث الى اليوم العاشر. فاول خمس ايام نستخدم له اموكسيسيلين، خمس ايام الثانيه نستخدم له كلاريثرومايسين ميترونيدازول فايسر سيكونشيال ثيرابي. طبعا فلسفتها هاي ليش يستخدمون هذه؟ ليش يستخدمون له اكبر عدد ممكن من شنو؟ الانتي بايوتيك. لانه المشكله بالفيلر اكو يصير عندنا شنو هو؟ ريزيستنت. ريزيستنت الانتي بايوتيك. فانت تستخدم اول مره الاموكسيسيلين. الاموكسيسيلين عاده هو اقل واحد الاتش بايلوري يسوي له شنو؟ ريزيستنت. فانت من تستخدمه بالبدايه ديستروي البلك اوف ذا بكتيريا. البكتيريا البقيه اللي هي ريزيستنت قد تكون للانسولين راح يجي عليها الميكرونيدازول راح يجي عليها الكلاريثرومايسين. فالايراديكيشن ريت بالسيكونشال ثيرابي راح يكون شنو؟
اعلى من الترديشنال تربل ثيرابي، لكن فد شيء يكون اقل. ديس ادفانتجز مالته شنو؟ ديس ادفانتجز مالته كومبلاينس اوف ذا بيشنت. كومبلاينس اوف ذا بيشنت، انت اي شيء شويه بس صعبت على المريض اول خمس ايام او سنين بعدين ترجع لنا نعطيك غير دواء او تحاول، يعني ربما بس مجرد ايه الانتقاله في التريتمنت بنص العلاج من دواء الى دواء قد تقلل لنا من التزام المرضى بالعلاج اللي بنسميها الكومبلاينس. زين، خلينا نشوف هذا الموضوع. موضوع هذا عام فارماكو جينيتكس، بس احنا راح ناخذ على تطبيق الى من تطبيقاته في موضوع البابتيك ألسر. شنو الفارماكو جينيتيك؟ الفارماكو جينيتيك involve the search for genetic variation that lead to individual differences in interactional response. يعني مثل يصير اكو فد جينيتيك variation يسوي لنا individual differences بالدراج ريسبونس. يعني وين يصير هذا الجينيتيك فاريشن؟ شنو يعني؟ بالريسبتر. اوكي، هذا الجينيتيك فاريشن ممكن يؤثر لنا على الدراج ريسبونس. وبعد وين يصير عندنا مثلا؟ بالباينري نفسه. وين؟ لا لا، بعد بتحكي على الهيومن، عندنا في الجينيتيك فاريشن افكت ذا ريسبونس تو ذا دراج. يعني مش ها؟ بال وين؟ بعد هسه انت قلت واحد بالريسبتر ممكن صحيح. بالانزيم بالميتابوليزم يعني مو ذا دراج. الميتابوليزم اوف ذا دراج ممكن انه يسوي لنا جينيتيك فاريشن افكت الميتابوليزم، وبالتالي لما افكت الميتابوليزم اوف ذا دراج افكت ذا ريسبونس اوف ذا فيدر. شوف هذا في موضوع البروتون بامب انهبيتر ميتابوليزم يصير لها بالهذا سايتوكروم بي واي 2 سي 19. زين، بس مو كل الناس عندهم نفس الديجري اوف ميتابوليزم. اكو ناس يسميهم فور ميتابولايزر، واكو شنو انترميديت ميتابولايزر، واكو شنو رابيد ميتابولايزر. زين، هذول يا اللي راح يكون اتشيف بيتر ريسبونس. من هم اللي اتشيف بيتر ريسبونس؟ البور ميتابولايزر. البور ميتابولايزر الكونسنتريشن مال بروتون بامب ابوف ذا ذات ريكوايرد، وبالتالي الاديكيشن ريت مالته تصير 100%. بينما الانترميديت ميتابولايزر اتشيف 60%، بينما الرابيد ميتابولايزر الايراديكيشن ريت اونلي 30%. واضح؟ زين، هذا شوف احنا شنو هو العنوان اللي خلينا، شنو العنوان اللي خلينا، شنو هو؟ شنو؟ بيرسوناليز فارماكو. يعني شنو بيرسوناليز؟ هاي كلمه بيرسوناليز هذه ربما هذا راح يكون هو هذا العلاج بالمستقبل. العلاج بالمستقبل يجوز بعد 20 30 40 سنه العلاج راح يكون شنو؟ بيرسوناليز. يعني شنو بيرسوناليز؟ يعني كل شخص ربما يتعالج حسب الجينيتيك بوليمورفيزم مالته او الجينوتايب مالته. يجينا واحد يراد له تربل ثيرابي، قبل ما تبدي له التربل ثيرابي، قبل ما تبدي له البروتون بام، يقول لك سوي لي الجينوتايب مالته خلينا نشوف هذا شنو؟ رابيد ميتابولايزر، سلو ميتابولايزر، انترميديت ميتابولايزر. اذا طلع رابيد ميتابولايزر باوع الدوز مالت الامبرازول ايش قد راح تسوي لي اياه؟ الدوزنج اب تو ايش قد؟ 4 تايمز دايلي. اب تو 4 تايمز دايلي او في البروتون بامب انهبيتر اللي احنا عارفين كلهم الروتين اللي بنسكرايب شنو؟ وانس او شنو؟ توايس دايلي. واضح يعني؟ فهذا يقول لك في المستقبل هيك راح يصير بيرسوناليز فارماكوثيرابي. طبعا هذا لا تشمل فقط الريسبونس تو ذا دراج، يعني احنا عندنا هنا نسوي لها بيرسوناليز تو ايت ريسبونس تو ذا بيتر ريسبونس تو ذا دراج. ممكن انه حتى بالسايد افكت. بالسايد افكت يعني مثلا اكو ادويه، اكو ادويه من الممكن انه تسوي لنا سيريس تايب اوف ارثميا. سيريس تايب اوف ارثميا ما بي فيتال. هاي السيريس تايب اوف ارثميا الفيتال تصير لنا عند ناس عندهم في سيرتن جينيتيك ميوتيشن. واضح؟ فانا قبل ما انشيت هاي الميديكيشن اللي ممكن تسوي لنا سيريس فيتال هاي ارثميا اسوي الجينوتايب مالته. فاذا طلع عند هذا الجين اللي بري ديسبوز ذا بيشنت تو ذيس فيتال سايد افكت، اقول يا بعد من البدايه لا تنطوا. من البدايه لا تنطوا تايب اوف ميديكيشن. او حتى كل انتي بريبتيك دراج ممكن يسوي له سيريا سايد افكت، يسوي له ستيفن جونسون سيندروم. هم عند ناس عندهم سبيسيفيك جينيتيك ميوتيشن.
فهذا من البداية أحدد الجينوتايب، إذا لقيته عنده فهذا يقول يا بهذا البيشنت not liable for or liable for development of side effect وبالتالي not candidate for this type of medication. Non-steroidal anti-inflammatory النوع الآخر من الألسر عندنا هي non-steroidal anti-inflammatory induced ألسر. طبعا هنا نعم يقول لك انت طبعا اكو شغلتين اساسيه عندنا نستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج انديوس ألسر يقول لك كم شيء كله شنو اتش فاير فاذا طلع بوزيتيف يقول لك انت ما تعرف فايل الألسر مالت نستيرويد مال اتش فاير فاهم سوينا طريقه شنو نسوي له شنو ايراديكيشن اوف ذا تريبل ثيرابي اوكي يعني بقي يعني هواي احكي لكم بالمحاضره طبعا مثلا يقول لك انت هذا ياخذ بروت ياخذ نونستيرويد صارت عنده ألسر اكو يميزون بين هل انه هذا راح يستمر عليها لو ما راح يستمر عليها احنا حاجينها بتفاصيل كثيره لكن بمختصر هي في كل الاحوال البروتون بامب انهبيتر هي الميجر لاين اور فيرست لاين اوف ذا تريتمنت سواء كان استمر عليها او ما استمر عليها As a treatment of serious complication اللي هو شنو قلنا هذا شو يصير عند البيشنت؟ gastric bleeding أو intestinal gastrointestinal bleeding قلنا هذا يجينا أكثر شيء symptomatic ملينة سميناها ملينة اللي هي dark stool شو يسوي له treatment هذا مالته شنو نعطي؟ أهم شيء شنو نعطي أول مرة؟ fluid normal saline كذا هذا على مود يدخلنا في مرحلة الشوك وننطي شنو بروتون بامب انهبيتر انترافينوس ليش يعني شنو فلسفة واحد يجينا جاستريك بليدنج مثلا ننطي بروتون بامب انهبيتر شنو الرول مالته شنو الايديا بيهايند في اليوم يعني شنو ليش تنطيها شنو البنفيت لا لا احنا كبروتون بامب انهبيتر بغض النظر عن كون ايديا او غير ايديا لا لا انا مو جاي اقصد انه حتى لو ورد او هذا بس ليش انت تقضي بروتون بامب انهبيتر واذا قلت الاسيديتي شنو الفائده يعني شنو الفائده قلت الاسيديتي يزيد الهيلينج صحيح انه هي انت هنا هذا اللي يصير عنده ألسريشن بليدنج ألسر تصير عليها كلود هاي الكلود بوجود الاسيديتي الاسيديتي شو تسوي لنا الكلود ممكن شو تسوي لها لاج ذا كلود فاذا البروتون بامب انهبيتر مينلي تو ستابلايز ذا كلود واضح يعني تستبرايز الكلود اللي هي من طبعا بالاضافه الى انه حتى الاوبتيموم بليتليت فانكشن اوبتيموم بليتليت اجريجيشن يصير انه هذا الكلاين فيها اوكي هي لكن مينلي تو تستبرايز ذا كلود الموضوع الاخير اللي عندنا هي بروفيلاكسيس اجينست ستريس ريليتد ميوكوزا دامج قلنا هذا واحد مثلا احترق طب من المستشفى او صار في شوك او صار في سبتسيميا وغيرها قلنا هذا خلال ساعات من الممكن يصير عنده ألسريشن لأنه due to mucosal ischemia reduce the gastric blood flow فلازم نعطيه بروفيلاكسيس بروفيلاكسيس قد يكون أنتيسيد وقد يكون H2 receptor blocker وقد يكون بروتون بامب انهبيتر شو نعطيه مثلا مثلا الأنتيسيد كاتبين 30 مول بي او شنو بي او اورالي اور ان جي ان جي يعني شنو ان جي ان جي مختصر شنو؟ ان جي هاي يسمونها هاي الصوره ان جي شنو؟ تيوب نيزو غاستريك تيوب اوكي يعني باي نيزو غاستريك تيوب يسموها ان جي تيوب من الممكن انه نعطيها المديكيشن بالصوره يعني شو نعطي المديكيشن؟ يعني مثلا حسب الله انت شو تدفع بس اشكو ريسبتر انتاغونست يعني زانتاك زان مدري شو يسوي شو تبدا بالصوره تذوبها وندفعها مو هيك يعني بس كل الادويه يعني هيك تذوبها بهالسهوله كل الادويه اكو ادويه حتى هاي العمليه شوف شو مسوي لها هذا كتاب كتاب شنو عنوانه؟ هاند بوك اوف درايف ادمنستريشن بيا انتيرال فيدنج تيوب يعني هي هاي النيزوغاستريك كتاب كامل هذا بالحقيقه عن الميثود for proper administration of medication by the nasogastric tube. طبعا اكو فيه بعض الادويه الادمنستريشن مالتها سهل دايركتلي ما عندنا فيه اشكال، لكن اكو ادويه البروبلمز بريزنت بروبلم فور
نيزل غاستريك ادمنستريشن. واكثر اشهر شيء عندنا من عندهم هي منين؟ البروتون بامب انهبيتر، لانه هاي الدايركت كوتين وانت بتجاوبها كذا تكون سيرفي ديستراكشن بالاسيديتي اوف ذا ستومك. فاكو بعض الطرق يدخل في فيها انه بتحطها باسيديك جوس، يعني مثل ما الطماطم، يعني تطيع عصير مال الطماطم مضعم بشنو البروتون بامب انهبيتر، اوكي يعني. او طريقه اخرى مكتوبه في الكتاب انه يذوبوها بصوديوم بايكربونات انجكشن ويطوا بها، اوكي يعني. على الطرق هذه موجوده بالكتاب ان شاء الله نعلمكم عليها، اوكي يعني. شكرا.